أينما كنتم لكم التحية في كل مكان. فقرتنا الأولى أو ضيفنا الأول في هذه الحلقة ظلال الأصيل وموضوع الساحة، وموضوع اليوم موضوع الساعة المخدرات. ما أدراك ما المخدرات؟ لابد من نتطرق لهذا الموضوع في كل الحلقات في الفترات الجاية، باعتبار أنه ده الترند إذا جاز لي التعبير بلغة الشباب بلغة السوشيال ميديا. الترند هو المخدرات، ولا سيما الآيس أو الميث كريستال اللي انتشر في الفترة الأخيرة وزاع صيته، والكل شغال مكافحة والكل شغال توعية. في ما يخص هذا الموضوع أنا حيكون معي ضيفي دكتور مجد الدين الأحمدي، رئيس مبادرة لا للمخدرات. هو معي في الاستوديو على الهواء مباشرة. مساء الخير عليك. في البدء اسمحوا لي أن أزي أرقى وأطيب التحيات الطيبات المباركات لقناة الشروق، والتي كما قيل أنها شمس السودان التي لا تغيب، ونحن نقول أن الشروق وجدناها معنا في كل قضايا المجتمع متفاعلة، فهي بحق شمس وضياء للمعرفة وإحقاق الحق والدفاع عن قضايا المظلومين أينما كانوا. لكم التحيات وأشكر لكم هذه الإتاحة لأطلع على المشاهدين الأعزاء لألقي بعض من الأضواء حول مبادرة لا للمخدرات. نعم ممتاز. نعم. جدا. تحس بأنه الانتباه للمخدرات دي مؤخرا حصل بشكل كثيف ده، يعني بعد ظهر الكريستال ميث في الفترة الأخيرة، تتفق معي في الكلام ده؟ نعم. وحقيقة يعد ذلك لكثرة الحوادث وكثرة القضايا وكثرة التفلتات هنا وهناك من بعض من مدمني هذه المخدرات، ولا سيما أخطرها وأضراها وأفتكها بالشباب وهو الآيس. يعني هذا الزخم حدث بعد أن تفاقمت الحوادث الكثيرة والكثير من الضحايا والكثير جدا من حوادث القتل هنا وهناك. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا لخدمة هذا الوطن المستهدف. صحيح. الوطن. صحيح. الشباب هم عماد الوطن. نعم. مستهدفين الآن الشباب. المبادرة قامت 200 والمكونة من منو، يعني الأعضاء؟ نعم. منو مثلا؟ المبادرة حقيقة تكونت قبل شهر تقريبا منذ الآن. نعم. تنادى لها جمع مقدر من المهتمين بقضايا المجتمع. نعم. على رأسهم مشايخ وقيادات الطرق الصوفية بالسودان. نعم. وقد يدعوكم الفضول ليسأل ما دخل الطرق الصوفية بمثل هذه القضايا الشائكة؟ وسؤال. وإنت. نعم. وإنت الإدريسي. أنا أحمدي. نعم نعم. والطريق كل واحد ما بقوله. صحيح. نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث صحيح قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. ونحن لدينا في طريقتنا الأحمدية البدوية الشناوية الكثير جدا من الوسائل، لا نقول الجاذبة إنما الوسائل المواكبة لقضايا العصر. نعم. نحن لا نهتم فقط بمكافحة المخدرات، بل نحن ضد التطرف والإرهاب. نحن ضد العنف على المرأة. نحن ضد الظواهر السالبة جميعها في المجتمع. نعم. هذه واحدة من المبادرات التي أطلقناها في طريقتنا الأحمدية الشناوية، مبادرة قومية، ثم كانت مبادرة طريقة صوفية، ثم اندحت هذه المبادرة وأصبحت الآن قومية. تداعى لها الكثير من الأدباء ومن المفكرين ومن المثقفين وحتى من رجالات الدين. نعم. المسيحي. أمثال نيافة الأنبا سرابامون وزغف مطرانية أم درمان. نعم. وشمال السودان. هذا يعني يعتبر رجل دين مسيحي، وقد وجه نيافته مشكورا كافة الكنائس وكافة دور العبادات المسيحية. نعم. بأن يدخلوا معنا في شراكة ذكية من أجل مكافحة هذا الخطر. نعم. هذا المهدد. هذا الذي يهدد كل الشباب مسلمين. نعم. على مسيحيين على لا دينيين. الخطر واحد الآن، بقى التحدي واحد. صحيح. هذا مثال. كذلك المبادرة حينما كبرت وجدنا إقبال كبير جدا من المثقفين ومن قطاع الفنانين والأدباء والمثقفين. طيب عشان نحن ما نحرق المحاور. نعم. كلها. نعم. كويس. أسيت يعني جبت سيرة الأقباط. نعم. الطائفة القبطية. نعم. بالتحديد ومشاركتها. نعم. معكم. نعم. بالإضافة للفنانين نعم. والإعلاميين. نعم. بشكل عام، كيف متخيلين توظفوهم كيف تحديدا نجوم المجتمع اللي انضموا لكم يعني؟ نعم. عشان يعملوا زخم لهذه المبادرة. إن صدقني القول
خاطبنا العديد من الفنانين أو المطربين. نعم. أنتم وجوه مجتمع تعبرون عن قضايا المجتمع في قوالبكم الفنية والثقافية، حبذا أن لو حملتم قضايا المخدرات في أعمالكم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا أحد المطربين الرجل الفنان القامة ولو أدى نزكيها وأعمل له دعاية الأستاذ سامي المغربي، أول من تفاعل معنا والكثير من الفنانين قال أنه من نفسه سوف يقوم أيضا إذا دعت الضرورة أن يقيم حفلات غنائية خيرية يعود ريعها لصالح علاج مدمني المخدرات، فهو لا يمانع في ذلك. وأيضا يمكنه أن يقوم بالتوعية في الحفلات، يقول لا للمخدرات، لا لتدمير البلاد، لا لدمار الشباب، هذا على سبيل المثال. نعم. طيب شنو أكبر مشاكل ممكن تكون مواجهاكم يعني؟ أكبر مشاكل الآن في ضعف في الإعلام، أقول لك صراحة، أنتم عن نعتبركم سلطة رابعة. نعم. أنتم أخواننا وأبناءنا. منذ أسبوعين بدأت وسائل الإعلام تتفاعل مع هذه القضية. يعني قبل يومين أو ثلاث استضفت في إحدى القنوات لدى الأستاذة هادية صلاح مدني في FM الرياضية. طيب معنا الإعلام شغال؟ هو لا يا دوب يا دوب يا دوب بدينا يا دوب ما أنت لكم شهر كمان. نعم. يعني إحنا بدأنا حينما المشكلة بقت لازم يا إخواننا بنتكلم بالعربي، قضية المخدرات قضية مجتمع، دي ليست دور الدولة وحدها ولا دور الأجهزة الشرطية والأمنية، لأن هذا الاستهداف لفئة عمرية معددة من 13 إلى 23 دي المستهدفين يا جماعة. هل نتركهم؟ ده في جند حنناقشه في بعد دقائق يا أستاذ العزيز. قال له ما هي الأسباب التي أدت إلى استقطاب هؤلاء الشباب إلى هذه السموم القاتلة؟ نعم. ناس كتار جدا بيتكلموا أو في آراء هنا وهناك بأنه كل المبادرات اللي قامت مؤخرا بعض المنظمات اللي قامت مؤخرا في مكافحة المخدرات هو شغال شغل فوقي، بيقعد في مكاتب فيها مكيف مكندشة وبنظره وفي الميديا وكله ميديا، لكن في رأي بيقول بأنه أنتم ما نزلتوا القواعد، الشباب ديل ذاتهم في الدافوري وفي النادي وفي محل تجمعاتهم ما في زول وصلهم، لكن الناس بتقعد في المكتب في نسريات شغالة في شاي قهوة، الناس بتقول كلامات كثيرة جدا وتتخارج وخلاص نحن مكافحين للمخدرات. اسمح لي أن أقول لك هذا ليس قصور من جانب الإعلام، لكن نحن بالتحديد المبادرة بتاعت لا للمخدرات التي نتبناها في الطرق الصوفية اشتغلنا في بعض الفرقان وبعض القرى النائية. على سبيل المثال اللي هي بيسموها جقيس السبقة اسمها الفاتحين، اللي في غرب الصورات تندرمان غرب الحارات. هناك برضه انتشار للآيس والعديد من المخدرات والخمور، لأن هناك يعني أقول لك صراحة لا أقول لك في تخلف، لكن لا توجد رغابة في مناطق هناك في حتات ديك اسمها آخر مكالمة بيقلعوك نص نهار، هو القلعة قاعد في نص الخرطوم يعني في السوق العربي. فنحن ركزنا أول شيء في المناطق الطرفية. نعم. ثم أتينا إلى داخل الأحياء الأم درمانية وفي بعض الأحياء، يعني على سبيل المثال أول الأمس أقمنا الندوة في منطقة السامراب شرق بالتحديد. حضرها 62 من الشباب والشابات من مختلف الأعمار. نعم. لكن الغصور يعني ما أقدر أقول منكم أنتم ناس الشروق تحديدا، وسائل الإعلام هي ما نقلت، نحن بإمكاناتنا البسيطة المتاحة وثغنا الشغل ده وطلعنا في الميديا. يعني نحن المبادرة بتاعتنا بتمتاز بأنها طلعت من الخرطوم خلاص، اشتغلنا في الولايات. على سبيل المثال وليس الحصر، الآن عندنا تيم شغال في ولاية جنوب كردفان، عندنا تيم شغال في ولاية النيل الأبيض، عندنا تيم شغال في ولاية الجزيرة وبالتحديد في مدني. يعني أي طريقة من الطرق الصوفية الأحمدية عندنا فروع فيها بيقوم نخلون يستصحبوا معهم في وسائلهم مناقشة قضايا المخدرات، يقعدوا مع الشباب يا جماعة أنتوا مالكم. وهو حتى في حرج المجتمع كان بيتحرج يتكلم عن هذه الظاهرة. والأخطر وأتهى من ذلك هناك كثير من البنات أو الطالبات أصبحنا يدمن هذا السم القاتل. وطبعا ما فيه نوع، ما فيه جندر. هو بنات اولاد كله. الكل بيستخدم. بعدين السن المستهدف ذاته هو سن تجريب. هو سن مراهقه بطريقه او باخرى. فده يسهل استقطابه للحاجه دي. لكن تخيل لي هو المشكله بتبقى في ذاته، يتدخلوا منه مش يعني ما نتعامل مع الضحيه. صح. وتدخلوا منه اصلا. المجرم الاول. اجابوا البلد منه، فاحسن نتكلم في ده. دي بالتحديد ان احنا بنقوم بالدور التوعوي والتوجيه والنصر، لان احنا مبادره طوعيه. وتوعويه. ممتاز. الكلام اللي بتقول فيه معاليك ده دور السلطات، ده دور الدوله يا اخواننا. الدوله دي ان احنا ما دارين نقول صوت لهم عديد كده، لكن يا دوله يا مجلس سيادي
يا مجلس وزراء انتقالي أو لو سميناه مكلف، انتبهوا شوية، دعكم من المحتركات حول كراسي الكرسي، انتبهوا لنا القضايا الشباب، لأن أنتوا بعد ما تصافوا خلاص الاتفاق الإطاري ماشيين المبادرة المصرية، حتى يعني اتفقتوا ما اتفقتوا، حتيجي تحكموا منه جيل، حتلقوا الجيل خلاص بقى منقرض، الجيل حتلقوه مغيب، الجيل حتلقوه مفكك، الجيل ما حيقدر ينتج لك ولا شيء، لأنه خلاص غيب منه العقل وغيب منه الرشاد وغيب حتى من الفضيلة. كم من احداث سمعناها في 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 الاسابيع السابقه، الكتل زوجته، الضرب والده كف، ويعني ده كل الناس وكده تحلي بتجي انه هذا الفعل فعل بتاع زول مقيب مقيب عن الرشد مش عن العقل، زول ده ما راشد. فنحن علينا دور توعوي، اما جابوا منو دي من دي مسائل بتاعه حكومات ومباحث وأمن وشرطة، ده بيتم توجيه من المجلس السيادي، ينبقى على المجلس السيادي إنه يعي هذا الدور، يخط النقاط في الحروف. ماذا ننتظر حتى يضيع الشباب؟ من الذي سيبني الوطن؟ ماذا نتكلم كلام شيء؟ الوطن ده يبنى بسواعد الشباب. صحيح. الشباب الآن هناك كثير جدا من الشباب ضحايا، نحن نقول هم مقلوبين على أمرهم، الدولة تنتبه، ونحن كدعاء وكمرشدين وكدكاترة برضو بنقوم بدورنا، يعني ده دور متكامل. ممتاز جدا. أنا ده كان آخر كلام لي معك، وده أنا أعتبره توصية. نعم. أو كبسولة. نعم. في الكلام اللي قلته أخيراً، أشكرك جداً إنه كنت معنا على الهواء مباشرة في قناة الشروق. نعم. وتاني حيكون في بيناتنا استضافات في 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 نفس الموضوع، يعني أشكرك جداً لحضورك الليلة. الختام وختام ومسك، أنا أسجل صوت شكر مرة أخرى لقناة الشروق الفضائية الرائعة هذه التي تهتم بهذه القضايا، إن أتاحت لنا ولو العشر دقائق دي نقول لكم كتر خيركم، لكن عندي توصية معينة أحب أسجلها على الهواء المباشر. أنا اقترحتها والآن بقترح من هذا المنبر الشروق الشمس الدولة لا تغيب، أن نستحدث مادة في المنهج مناهج الأساس نسمى مكافحة أو محاربة العادات الضارة، لأنه اللي لغلسنا من العيز بطلب تطلع لنا حاجة جديدة، يعني زي التربية الوطنية مادة مضافة ملحقة مع التعليم، نضيف مكافحة المخدرات عشان إحنا ما لحد ما البلا يقع حتى نكافحه، نهيئ الأطفال نهيئ الأجيال بالتوعية من أجل بناء هذا السودان بالأمن والسلام والفضيلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ده كان معنا دكتور مجد الدين الأحمدي في حديث عن المخدرات ومكافحتها عبر المبادرة اللي هو تكلم عنها قبل قليل.